يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. ضيفنا عالي محلا يا هلا بك يا مرحبا يا هلا بك. لابد في خريطة الله ما تنسينا المواجب. ضيفنا عالي محلا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. نلتقي في أحلى دلة لاح من كل الجوانب. جونا رايق وفله والغلا والطيب كسب. نلتقي في أحلى دلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا مرحبا يا مرحبا في برنامجكم الدلة. الدلة الدلة يا حياكم الله وبياكم. برنامج الدلة في موسمه الثاني، فقرات منوعة والبرنامج منكم وإليكم وبصحبة الأستاذ عبد المجيد اليمني. وش رايك فرطب؟ والله شيء جميل، شغل ما شاء الله. ما ترى اليوم عندنا حلقتنا اليوم موضوعة عن تنظيم وعن الحركات دي، حتى تنظيم الرطب. تنظيم اليوم شغل شغل عن الأكل، هو عن الأكل بس اليوم حتى شغل عن الأكل. مجرد ما نظر كده قال لا لا هذه ما تحط، خليها كده، خليها بالشكل الفلاني. موضوعنا اليوم فن أكيد. قبل لا نطلع للموضوعنا اليوم ومهم جدا وممتع، نبيكم سلمكم الله نروح لأخونا وحبيبنا كاسب الشمري ومع هاشتاج البرنامج الدلة. بنشوف سؤالهم ونرجع ونتعرف أكثر وأكثر على ضيوفنا بما شئت الله تعالى. ولا تنسون تشاركون وتجاوبون على هذا السؤال، السؤال في هاشتاج برنامج الدلة. بسم الله وبركة الله نروح. نلتقي في أحلى دلة. مشاهدينا الأعزاء، سؤال اليوم: ما هو الطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أثنى على أمنا عائشة رضي الله عنها؟ ننتظر الإجابة عبر هاشتاج البرنامج في شبكة المجد. نلتقي في أحلى دلة. حياكم الله ويا مرحبا فيكم. اليوم معنا حلقة يعني أتصور أنها من الحلقات المميزة في برنامج الدلة، وضيوفنا كلهم ما شاء الله في كل حلقاتنا ما عليهم زود ما شاء الله، لكن اليوم الشيء اللي حول البطن أكيد حول الأكل والشغل المتكتك وشغل خمس نجوم والعالمي لازم هذا. ودائما أي شخص تبغى تجي أقولهم خاصة الرجال ممكن تعال بطنه. مو بحين أحيان رجال نساء صغيرين كبار كل الناس هم حتى النساء تعال البطنة بس في المطعم والكافي تضيع لومهم. معنا الشيف العالمي السعودي اللي أنا أتكلم شخصيا يعني سعيد جدا جدا التقيت به في برنامج أطايب، واليوم نسعد أكثر وأكثر وتطور كبير جدا أخونا وحبيبنا الأستاذ علي بن يوسف اليوسف. حياك الله يا أبو يوسف. الله يحييك طول عمرك. كيف صحك طال عمرك؟ الحمد لله بخير. وش هالزين وش هالزين عيونك الزين. الميداليات هذه عقبي ولا لا؟ عالمي. إيه والله عقبي. هذه عقب الحلقة ضربت بركتكم عبد الرحمن. إيه والله الله يبارك فيك. جزاك الله خير. كذلك مشاهدينا الكرام معي الشيف الأستاذ شريف المعصراتي أو المعصراني المعصراني رئيس قسم المطبخ الإيطالي في الفور سيزون. حياك الله أستاذ شريف. يا مرحبا هلا بك أستاذ شريف. طبعا له الآن 8 أشهر في السعودية لأنه كنت في أمريكا، عايش حياتك كلها في أمريكا. أول ما ولدت هنا كنت 14 سنة هنا، بعدين رحت على أمريكا 15 سنة ما شاء الله وما رجعت. الشيف شريف الشيف شريف ما شاء هو الله هو سعودي سعودي أمريكي ما شاء الله. اليوم طبابيخنا كلهم فنانين وفي فنادق مشهورة ومعروفة وأن سعيدين جدا بس بناخذ خبراتهم. ترى بالشركة عبد الرحمن ترى الشيخ شريف ترى وصل أكلاتنا برضو كذلك لأمريكا. عجيب. يعني سوى بعض الطبخات لأمريكا. هو صح أنا ماسك المطبخ الإيطالي هنا لكن بعدين بناخذ بعض العلوم منه إن شاء الله. إن شاء الله. خلونا نبدأ مع أبو يوسف. أبو يوسف له بداية جميلة جدا جدا، هو وفيها كفاح وفيها تعب، وهي رسالة للشباب ودائما نعيد ونكرر ومننا مالين أن الشباب دائما خصوصا الآن في قبول الجامعات يقولون أن ما قبلنا في الجامعة ك يعني أمر مهني يقال مو بلازم كل الطلاب أنفسهم اللي درسوا في الابتدائي كلهم يروحون للمتوسط، كلهم يروحون للثانوي، كلهم يروحون للجامعة، كلهم يتوظفون في منشآت حكومية. يفترض أن جزء منهم يروح لسوق العمل
نشوف أبو يوسف تجربته كانت يعني أول ما بدأ يمكن في أنا بختصر شوي. تفضل تفضل خذ راحتك. بدأ في موضوع الصيانة، في موضوع التبريد، في موضوع ثم بقدرة قادر لشغفه وحبه على الترتيب وعلى طبخنا وعلومنا السنعة، يعني صارت له بعض القصص بنمر عليها بيقولها هو بنفسه، فخلنا نسمع منك طال عمرك. أول شيء شكرا على الاستضافة، وأنا سعيد أني معاكم متواجد الآن. الله يبارك. نقطة تحولي كنت أنا في قسم الصيانة في القصور الملكية، مشرف صيانة هناك. صار بيني وبين أحد الطباخين تحدي كذا، وأنا ملومه صراحة، لأن حرارة الأفران وبرودة الثلاجات، لأن الثلاجات ما تفتح وأنت بالباب، لا الثلاجات تختلف، يعني قصور تدخل في وسط الثلاجة غرف عجيب. غرف كبيرة يعني. فأقول له يا عمنا عطنا نفس عطنا حاجة. فقال أنتم بس عاوزين تتكلمون وعاوزين يعني تعالوا ورينا شغلك، مع أنك أنت أصلا في التكييف. أنا في الصيانة. الصيانة والتكييف إيه والشغلات الثانية. مشرف صيانة أنا أخذتها في الصيانة كاملة، وانت عز عليك ان المرقوق والقرصان والجريش ما تنطبخ صح. صح انا راعي كشتات، انا من صغري وانا راعي اكشت في السيكل، يعني اطلع للبر ما يحتاج، اقرب على ما يقولون برحه ورا البيت اعتبرها كشته، اكشت وانا صغير يعني. انا يعني هاوي الطبخ من صغري. فقلت اجي وان شاء الله اصير مديرك بعد. اقول له عجيب. ايه حلو. قال له تعال ورينا شغلك. رحت دخلت المطبخ، قال لي رئيس المطبخ لا ما يصلح كذا، رح البس اللبس لاني داخل بثوبي ومعي علبة البهار ومعي ذي جايبها شغلي. فقال لا رح لقسم الهوسكيبين اللي هو التدبير المنزلي، خذ اليونيفورم وتعال. رحت للهوسكيبين قال لي لا رح المدير قسمك الصيانة عساس يرفعنا ايميل عشان ترفق في ملفك تصير تريننج، يعني دورة انك اخذتها في المطبخ. رحت الرئيس قسمي قال ما اقدر، خلنا اجاوب المدير العام. ما طول السالفه دخلت المطبخ طبخت للموظفين انبسطوا. وش طبخت لهم؟ ثلاث انواع طبخت لهم، مكرونه وقرصان وكبسه. يا سلام يا سلام. فانبسطوا الموظفين مده اسبوع وانا جالس اغذي فيهم. سؤال الان البهارات انت جبتها من عندك من البيت؟ ايه شغل اذا السر في البهارات احيانا اذا كانت فريش. البهارات انا اقول لك يعني تبى الحين ولا اللي ودك؟ البهارات اذا انطحنت هي حب إيه؟ اول ما تنطحن يعني باول اسبوع ريحتها تشمها على بعد مسافه صح، لكن انك من البقالات هذه اللي تاريخ سنتين وثلاث سنين ما تصلح هذه خلاص عجيب. اي خلاص مع البلاستيك مع ضغط الحراره ما تدري شلون مخزنه يعني ما تدري تكون من العطار من المحل العطاره وكذا اللي هو حق البهارات دي محل العطار يطحنها لك، ولا انت في البيت عندك طاحونه صغيره على قدر احتياجك حق يومين ثلاثه هذه يجي طعم عندك تست غريب 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 عجيب. الزبده استمريت معهم طبخت، انتشر صوتي بالقصر قصر القبه. قالوا لنا تروح لقصر المؤتمرات لان فيه ضيوف اكثر، لان قصر القبه هذا بس رؤساء دول اقامات، يعني اذا جاء المبيت يبات عندنا. فرحت هناك على انه اسبوعين وبرجع، واجلس 9 شهور ما شاء الله، ولا سالت ولا قلت شيء على انه راحت عليك تقل 9 ايام. انبسط عشت جو ثاني سبحان الله، جو ثاني ودخلت مع الطباخين دخلت صرت حاب من الشغله، يعني زي اللي يقولون جاك حميد الله ما تمنى صح. كنت تعرفت عليها كما حتى يمكن صرت تطبخ، اول كنت تطبخ بالسليقه على قولهم، الان تطبخ لا بانظمه معينه صرت تعرف بعدين قدور صغيره اول يعني دجاج دجاجتين، يعني وصلت الى 40 كرتون 50 كرتون ما شاء الله دجاج ما شاء الله، وصلت الى 80 ذبيحه اطبخها 40 40 دفعه ما شاء الله، يعني تعلمت ما قلت لك ما تعلمت وصرت بكميات هائله يعني. طيب انا بروح الان لحبيبنا الشيف شريف. أيوة. شريف اول حاجه بسال قبل ما دخلت موضوع الطبخ، ما شاء الله ايش سبب انتقالك الى امريكا وجلوسك في امريكا يمكن اكثر من 14 سنه 15 سنه تقريبا 15 سنه بعدين الطبخ حبيته انت في السعوديه هنا ولا هناك في لا تعلمته في امريكا
في امريكا. ايوه. كيف كانت البدايات؟ كيف كانت؟ حدثنا عنها. اول اشتغلت في محل صغير يعني يسوي سندويشات، يو نو، اشياء صغيره. بعدين شفت انه تعلمت وحبيتها، فليش ما اصير شيف؟ فدخلت على محل اسمه وولفجانج باك، هو شيف مشهور. فتعلمت منه، تعلمت مو منه خصوصي بس من الستاف. فكذا بديت وتعلمت يعني اشتغلت هناك يمكن 4 سنين، بعدين نقلت لمحل ثاني. جميل. 4 سنوات في محل واحد بعدين انتقلت الى محل. ايوه. في اكلات معينه تسويها ولا تقريبا؟ لا، كلها دوليه. انترناشونال. ايوه. عالمي، ممتاز. بس ان شاء الله اتعلم الاكل السعودي من شيف. ما شاء الله. انت الان الوالده سعوديه والوالد امريكي. امريكي، ايوه. ما فيها اي طبخه كذا سعوديه تتقنها مثلا؟ كبسة، جريش، قرصان، يعني فيوجن يمكن؟ لا ينش... لما لما اتعلم منه. علي 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 عليك يا علي. لا ما ابدا، بسط الرجال الله يعافيك. حتى لو والله بس سعد، يعني خاصه في المنزل سويت في البيت عندك؟ لا لا ولا مره. للعائله حتى؟ طب شاركت امك شوي في الطبخه ولا اخوانك؟ يعني كنت اتفرج بس ما ما تشاركهم ابدا. تاخذ قهوه، فنجان قهوه. انا لو مكانه اقول تعال مسوي علينا شيف، ترى يلا تعال اطبخ معنا الطبخات السعوديه. ترى بالنسبه للكلان هو ما بعد تزوج، صعب ترى الطبخ السعودي. السعودي اصعب المطابخ السعودي عندنا، يعني صح. المطبخ الامريكي، المطبخ الفرنسي، تعرف مقادير معينه بسيط تجيبها. بسيط، لان هذا استيكات وهذا باستا الايطالي وهذا صح. بيتزا بسيط مره، اي تحدي تعلم. لكن الكبسه صح، يبي لها مرقوق جريش تحس في محاليل معينه، يبي لها شغل يا رجال. انا تخيلت الزيت والبصل حمسه وحط المويه حط بدروشة عرك ينزل هذيك. لا عادي، ستيك تقلب قلبتين وتحط عليه الصوص ويلا ماشي. لا بس في تجارب جميله الان، الكبسه اللي موجوده مثلا في مطعم خلينا نقول الطازج الآن، المندي، الكبسة السعودية المعروفة، في مقادير معينة والمقلوبة وغيرها تحس أنها إيه؟ إذا حفظت الإناء أو القدر أو الطنجرة مقاسة. أيوة. أو نفس التكاوي هذا القصدير هم يطبخون فيه، ومن علم النظار هو ما عجيب. إيه ما يعني إذا عرف خلاص، يعني كاس ماء، نص كاس رز، نص بصلة، نص طماطة، خلاص دخلها الفرن درجة حرارة معينة بوقت معين، طلعه خلاص. أبو يوسف، أنت صار لك موقف طبخت طبخ زين وفي أحد الولايم الكبيرة، وكان الأمير الله يغفر له ويرحمه الأمير نايف بن عبد العزيز يبدو أنه ذاق هالطعم وانبسط منه وطلب أبو يوسف، ولا لا؟ إيه؟ عطنا ذا القصة لأن الشباب في الإعداد قالوها لي. القصة كان عندنا ضيف جاي ضيافة الأمير، يعني مستقبل الأمير الله يرحمه نايف ويغفر له وأموات المسلمين. آمين. فقالوا لي، كنت أنا توي رايح لقصر المؤتمرات، فقالوا لي أنت اللي تبي تطبخ الشعبي. إيه، أنت اللي تطبخ الذبايح والشعبي. ماشي. فأنا صريت قدامه، أنا اللي بجيب الخضار وأنا اللي بجيب الذبايح. أيه. لأن بعض الموردين حريص عليها. إيه، بعض الموردين يعني ما يجيب لك اللي أنت تبغاه. وش الأهم شيء مثلاً في المرقوق والقرصان؟ أنت قلت لي ذاك اليوم الخضار. عجيب. الخضار سبحان الله لازم يكون كاسب العناصر. العناصر كاسبة، مثل الكوسة تجيك خضراء ما تجيك شهبة على على على, على بياض، هذه تصير ناقص عناصر، أو تجيك ملتوية. أيه. فيها لوية. الصغير أزين من الكبير؟ الصغير دايم أزين بالخضار. إيه؟ يعني أزين من العويد. إيه. وفي طعم، وأنا يعني حرصت أجيب من منتجات القصيم بحكم أن القصيم أرضها بسكوت وميتها حلوة. يعني لهب مالح، أرضها زراعية زراعية. عشانك من القصيم. عشاني من القصيم. متعودين عليها. يلا. جاي مرة. يلا عندك شيء نجيبه. طيب. ناداك الأمير انبسط جدا؟ الأمير الله يغفر له أخذ طبق قرصان، يعني أعطوه الويتر اللي سيرفيس، أعطاه طبق، فطلب طبق ثاني. قال إيه من اللي طبخ؟ إيه من اللي طبخ؟ مو بطبخكم. يقول لهم منين جايبين الأكل؟ يقول للمراسم الملكية من اللي طبخ؟ قال له ذا جار مدير القصر، قال هذا شيف جديد عندنا سعودي علي اليوسف. قال المدير ذا ثبتوه زين. المدير انا كنت ترينج، يعني دوره تعتبر حلو. فالمراسم كلهم مع الامير، يعني شال الحس ذيك اليوم. اي صح. فالاكل الطعم المذاق الطيب يحسي بالضبط.
انا بسال شريف، شريف شاركت في مسابقات للطبخ وكذا؟ لا والله ان شاء الله مع شيف علي لما اجي هنا ناوي ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. حكاك طبعا لبعض المسابقات هو فاز فيها علشان موضوع الاكلات السعوديه، يعني برجعك لموضوع الاكلات السعوديه. ايش اشهر الاكلات اللي تسويها دائما؟ يعني كل اسوي الفرنش فيوجن طبعا، عندك عندك السير سامن وذا هولندي ساس، في عندك الستيكات طبعا، بعد في بهارات معينه تحط فيها تعطيه لها يعني طعم كويس. طب بحكم انك الان مسكت المطبخ الايطالي صح؟ الحين انا جديد في المطبخ الايطالي وعم اتعلم كل الاشياء يعني الايطاليه. الايطالي اهم شيء فيه ايش؟ هو المكرونه، البيتزا والمكرونه. في عندك البيتزا والمكرونه الباسا طبعا، المكونات البيزل ليف، وعندك الثوم طبعا والبارميجان تشيز، هذا ضروري. جميل. انا ودي اطلع الفاصل. طيب ناكل طبخه جايبينها هم. هم اثنين يضبطون الاكل. انا باكل من عند الشيء من هنا طالع ونبغى سعودي. ناخذ فاصل ونرجع لكم، خلينا بطونا قامت قرقر زين وما دينا على خير ان شاء الله. حياكم حياكم. نلتقي في احلى دله. حياكم وبياكم مشاهدينا الكرام، انتم مع برنامج الدله في موسمه الثاني، واليوم موضوعنا شيق وموضوع صراحه اتوقع انه يهم الكثير سواء صراحه من الرجال او من النساء. معنا ما شاء الله كبار الطباخين، او الشيف معنا الاستاذ علي اليوسف، والشيف كذلك الاستاذ شريف المعصراني. أيوه. حياك الله استاذ شريف. حياك الله استاذ شريف. الان السؤال لك، طبعا كثير من يمكن اللي يشاهدون الان ما شاء الله شاب سعودي انتقل 15 سنه في امريكا، هل في اسباب معينه انتقلت انت مع العائله ولا شغل؟ أبوي راح على أمريكا، انتقل عشان شغل، فقررت أني أظل هناك، ورحت على المدرسة ودرست شوي في كوردون بلو، بعدين رحت على الولفغانغ بوك، فخلاص بلشت هناك. طبعا دراستك انتهيت منها، أنت كنت تطبخ وتدرس نفس اللحظة ولا اشتغلت؟ إيه شوي شوي، بعدين خلصنا من الدراسة شوي ورحنا على الطبخ عشان حبيته. خلصت الجامعة ولا؟ ايوه خلاص الجامعه ما شاء الله تبارك الله. طيب كويس، سبب عودتك للسعوديه حنيت للبلد ولا اصلا خلاص انت يعني اهل امي كلهم عايشين هنا وابغى يعني اغير الجو كمان. ما شاء الله، مع انك استقريت فتره طويله هناك. أيوة. واحترفت طبعا في الطبخ الامريكي اكثر شيء، انت وتوك الان في الايطالي. الان في الايطالي بس ان شاء الله كمان في السعوديه مع شيف علي. لكن احترافك اكثر هو في الاكل الامريكي. الاكل الامريكي ايوه ما شاء الله. وش اصعب شيء؟ هل الطبخ العادي الاكلات المعروفه ولا الحلو ولا السلطات؟ خلنا بنسأل شريف ثم بنجيك ابو حياك. الا انا ماني متخصص بالحلويات، بس الطبخ العادي. العادي هو الاسهل ولا اصعب؟ لي انا اظن الطبخ العادي اسهل. العادي اصعب؟ اسهل اسهل اسهل. لا حلو تحس انه معقد. الحلو صعب. ايوه ابو يوسف الحلا. انا احس انه قلق. لا هو لو اقول لك ما تصدق. عجيب. يعني ممكن عيالك او بنتك او ولدك يقدر، لان هي مقادير معينه وميزان، بس انها فيها تبريد وفيها خفق وفيها بيض وفيها كريمه. مين بس الرز الحي يحييك. لا لا بس انت تحس انها صعبه، بس انك تمشي بمقادير معينه. 10 جرام خميره، 5 جرام ملح، يعني كتاب قدامك وتحت. حتى الشيفيه الكبار يعني اذا جو يسوون كميات يضربها معادله، بل تقل محاسب. عجيب. يضرب كميه الخمير على كميه الطحين على كميه هذه، يطلع ميزان كل ايتم، كل نوع يطلع ميزانه بالخلاط. طبعا هذا بالنسبه للاكل كله ولا فقط للحلا؟ لا هذا الحلا، الحلا هو اللي يعتمد على المقادير المعينه. اعذرني، ممكن واحد مشاهد من المشاهدين يشوف يقول يسال السؤال هذا الان، يقول ممكن ابو يوسف قاعد يبسط الاكلات الثانيه ويصعب الاكلات السعوديه اللي هو يسويها ابو يوسف. انت قبل شويه بسطت الاكلات اللي مثلا الامريكيه والايطاليه والانترناشونال كامل، والان بسطت الحلا كذلك. يعني فقط الصعوبه في الاكلات السعوديه فقط؟ ايه لان فيها بهارات كثيره. انا الجريش انا والله كل اللي يضبط اعتبر انه سؤال كانه طبخت الجريش. انا طبخت الجريش ابو يوسف. يوف عليك. صعب يا اخي، ما ينضبط. اربع ساعات الجريش يا اخي. يا شيخ خمس ساعات كل 10 دقائق تحركه قلق. احسب يعني في الساعه تبي تحركه 10 مرات. لا اربع ساعات كم مره تبي تحركه؟ حدود 40 مره. ما في انواع من انواع الحلا الحين تقعد كم مده طويله مثلا في النار؟ مكاين كله شغاله يعني على خلاط، تشغل الخلاط انتهى الموضوع.
الان دقيقتين ثلاث خلاص انت تدخل زي الان هذه ايش يسمونها الكنافه الكذابه. اتبنى السؤال هذا مو سؤال. لا لا عادي عادي بالعكس الله يعطيك العافيه. زي الكنافه الكذابه ولا غيرها احيانا من خبز تست زين وما ما تدخل في الفرن ابدا وبيتزا كذابه خبز شغلات خفيفه عليها. كنت تتكلم انت تقول ان الحلا احيانا سهل. ايه تقول 70 إلى 85% خلاص اذا حفظت الميزانية المقادير خلاص. ناوي لك كتاب تطلع؟ والله ان شاء الله. يا سلام جميل ان شاء الله. ترى فيها تخليد يعني وفيها هالتجربة الكبيرة يعني انت ذكرتها في البداية وهي رسالة لبناتنا واولادنا لما قلت اني رحت للتبريد وبعدين ردوا وقالوا جيب اذن بعدين بنكلم ايميل يعني وتحدي. بعض الناس من يومي قال له رح يوقف يقول خلاص. لا وبعد اذا طلعت من الدوام ابشرك اروح اطقطق ابيع واشتري. عجيب. اشتغلت بسوق الغنم اشتغلت بحرج بن قاسم اشتغلت لومازين اشتغلت يعني بصفة عامة يعني شوف عندك اهل القصيم صح والنظم ما الحسن لا لا صادق صح يحبون الريال يكرون صح يعني ها صح اعرق وجب الريال لانك وش يعني خلاص تبي ترتاح انت لازم تأسس نفسك لازم تبني مستقبلك يعني بعض الوظائف ما توكلك عيش صح حتى لو وكلك عيش انت باني نفسك على راتب لو راتبك 20-30-40 ألف اخر الشهر بيجيك 40 ألف ثاني لازم اصرف هذا عشان فيه دخل ثاني بيجيني ال 40 هذه يعني مهما عشت الراتب هذا مستحيل انك تقول ابى اسوي مشروع ولا اني ببني حياتي من راتب صح مستحيل صح فالبزنس سبحان الله والعمالة الحرة اليوم كسبت 500 بكره 2000 بعده 3 حتى لو تدخل سعي بارض صح جاك سعي وانت مالك دخل حاضر وجالس بالمكتب صح جيتك 5000 10000 على حسب البيع بركة الحمد لله كثر راتبك مرتين اللي انت صح تكر فيها شهرين صح احسنت. شريف نبي نساله عن انت سهل الواحد يتعلم الطبخ؟ انا اظن صراحه اي واحد يقدر يتعلم الطبخ اذا عندك القلب تقدر تسوي واذا عندك الحب يعني كل حد يحب الاكل طبعا بس اذا عندك الباشن يسموه في الانجليزي تقدر تسوي الطبخ ولازم طبعا لكل شيف لازم يكون عنده طعم لازم يكون عندك التيست كويس. يا سلام. طبعا في بعضهم يكون مثلا هو انت قلت كلمه حلوه انه الاغلبيه يحب الاكل لكن بعضهم كسول صح وعاده هذه في الرجال عشان كذا ترى الرجال اتوقع انه قليل فيهم الطباخين ابو يعني في ناس يحبوا الفكره انه يكونوا شيف يطبخون اكثر اللي يطبخون الان شوف الخياطين احسن من يضبط الرجال. لا انا بكمل المعلومه بس بكمل هم لا والطبخ رجاجي لا علمك معلش عبد المجيد انا بسوي مداخله انا بقول المعلومه انا اقول المعلومه وصححها لي ولا خطاها هم الرجال اقل اللي في البيوت الرجاجين في البيوت الرجال هم اقل في موضوع الطبخ ولكن الرجال هم الافضل في الطبخ يعني المنتشر صح ولا لا صح بس المعلومه ابغى وقت صحيحه ولا القلب قوي يعني بس في ناس يحبون الفكره انه يكونوا شيفس بس ما يسووها يعني لما تدخل في هذه يعني الفيلد تكون يعني فيها داونز اند ابس يعني فيكون في صعوبه بعدين تتسهل شوي بعدين في صعوبه في ضغط كثير يعني فيها فالناس يعني ما يتحملون بهذه الاشياء في موضوع الطبخ يعني انت في موضوع الطبخ لما تدخل بالمطبخ لما هو الافضل الرجل هو الافضل من المراه في موضوع الطبخ في الغالب عالميا مثلا ايوه يعني احسن شفات يعني الا واحدة او اثنتين لا لا في اسر منتجه لا لا هي اسر منتجه زينه على البرامج لا تزعلهم يا ابو عبد الرحمن خلينا يزعلون عاد منا عارفينهم وش بعد انا اقصد ايش ما اتكلم اللي يطبخون في البيوت اكيد الحريم تاج روسنا لكن كطباخين معروفين اكثر اللي يطبخون الذبايح والعلوم الغربيه اعلمك ليش لكن الان لا انت جبتها كلمه جميله الان اللي يطبخون الان في الانستغرام وفي في البيت لا شك انهم امهاتنا واخواتنا هذول هاوين هذول هاوين الهواة شوف شوف المحبه اذا انت بتنجح بشيء لازم تحبه ما تقدم وانت كاره هالشيء هذا اللي قاله شريف صح. إيه. يقول حبه انت إيه فالرجال ما اقدم على المهنه ذي الا هو حابه صح الحرمه من وراء ذا صح غصب عليه لازم غصب عنده سعيالس عنده سرجس جاي مداوم عنده يعني صح. بشكل يومي وحنا لو نعطي حريمنا راحه مثلا نقول له خميس وجمعة لا تطبخين تلقى السبت كذا تاكل كبسه او صح. تاكل غد والسبت ولا احد كذا مع التعب قلة التفنن ايه لانك وشو انا الحين لما اطبخ شهرين لازم اخذ بريك يبدا
التست عندي الطعم خلاص اطفش اطبخ وانا كاره. جميل. فاقول على طول اروح اقدم اجازه اسبوع 10 ايام ان شاء الله يومين، اهم شيء افصل اعطيها فاصل. يا سلام. وارجع يطلع لازم تعطيها ايش فاصل. ايوه في فاصل بيعطيه بيعطينا فاصل واحنا بنعطي المشاهدين كذلك فاصل. فاصل ونرجعكم اليوم ناخذ علوم الشيف اليوم الاستاذ علي وكذلك الشيف شريف. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل مع برنامج الدله. نلتقي في احلى دله السحاب اللي دعاني على فنجال قهوته مطر برضك تحرات تباشير صباح السحاب اللي دعاني على فنجال قهوته مطر برضين تحرات تباشير صباح السحاب اللي دعاني على فنجان وصباح السحاب اللي دعاني على فنجان قهوته مطر برضين تحرات باشرة داوت انه مخرج مارق خيا قد جات ديار ويسقي بيامها خيرا الله سقى صدوري عطشة من سند احتريه وسا حياة وحياة اللي ضايق البالي بدرا نلتقي في احلى دله يا مرحبا يا مرحبا وحياكم الله مع الطبخ وفنون الطبخ ونسعد واياكم مع هذه الفقره اللي هي دردشه وان في فقراتنا مع المشاريع الشبابيه ابو يوسف قابلنا مجموعه اثنين من الشباب كانوا فاتحين مطعم همبرجر وفي كذلك قابلنا واحد من الشباب ما شاء الله في الكافي حول 20 شاب زين ما شاء الله مشتركين في طبخات قهوه وشاهي ثم دخلوا في سناكات ثم دخلوا في وجبات خفيفه ومنطلقين والان فتحوا محل محلين ويدخلون في الثالث والرابع والميزه كذلك انه الاستاف كامل سعودي يعني حتى موضوع التنظيف والغسيل وكل سعودي واللي يقدم الاكل كل سعودي حلو ولقوا شكر ودعاء من الناس قضية الانستغرامات خواتنا وتاج روسنا يعني صارت لهم باب رزق وخير ولا عندها يوم بالعكس يمكن أنظف وأفضل وأحسن أحيانا من بعض المطاعم أكيد سؤالي لك أن شفنا ميداليتين وأكثر من ميدالية ووصلتها للعالمية وكذلك من مسؤولين وتاج روسنا ولاة أمرنا إلى يعني يبدون في موقف حصلوا في الصورة موجودة إذا في إمكانيه أن نشوفها مع الملك سلمان الله يطول عمره يبدو أنكم دعيتوا إلى لقاء معه بالزبط. وجاك أو صار في دردش بينك وبينه بالضبط عطناه هذا وعطنا الميداليات اللي موجودة على صدرك الميدالية هذه النحاسية أخذتها عام 2012 ترفعها شوي بيدك شوي أيوه هذه هي أخذتها 2012 مسابقة سعودي لايف يعني سعودي مباشر طبخ مباشر مدته ساعة تقدم طبق طبق عليه درجات على المذاق وين فيه المؤسسة المسابقة دي؟ هذه بالرياض هنا مخرج عشرة حلو شركة هوريكا هي عالمية للأغذية والمشروبات تمر السعودية كل سنة مرة حلو والشهر الجاي إن شاء الله في مسابقة وحدخل إن شاء الله وبحقق إن شاء الله شيء واللي يفوز واحد بس ولا ممكن لا 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 أي أحد يشارك يأخذ الدرجة من 98 إلى 100 هذا يأخذ الذهبي من 95 آسف وأي طبخة في أقسام هي حلو
مقسم للحلا، للديكور، للناحية الثلج، وتجيب انت قدورك وعدتك وطبخك وكلش كلش تجيب عدتك معك ويلا ورنا طيابك اي ماشيك في الادخاب يلا يلا. فصار عندي ثقرات، انا اول مره اشارك ب 2012 وصار عندي ثقرات بحكم يعني قدمت الطبق ما فيه لحم، هذه نقصت درجه عجيب. فيه طبق كان اخذت 86 كنت يعني اقتصادي بالطبخه شكلك. لا اغرف الوقت ما لازمني وطفى الغاز حقهم هم اللي جايبينه وكان الغاز بعد تكلمنا وزعلنا عليهم الى 13. كم شارك من واحد معكم في السابقه هذه؟ 120 يا شيخ. اي 120 طاهي ما شاء الله. انا زعلت 13 ما شاركت و14 ما شاركت زعل لان الغاز عندهم القز والافران ما اشتغلت ويشتغل ويضعف يعني حاسنه. فسألتهم فقالوا لا نفس الدعوة. قلت خلها أزعله. الزعل هذا أعطاني دافع قوي. العيال يعني شاركوا وحققوا ميداليات حلو يعني من الجنسيات الأجنبية، لأن تعرف السعوديين وقلوبهم شوي ما هي إذا زعل خربها إيه تنح خلاص نفسية مع هالحر اللي عندنا يا رجال وهالبرد. مش حارق الرزي. الميدالية الثانية، الميدالية الثانية هذه شاركت فيها 2015 والحمد لله أخذت الذهبية. ممتاز. كان معي أنس السليم المساعد حقي سعودي برضو ما شاء الله. كانوا هم طالبين لازم واحد يقطع الخضار يقطع البصل زي كذا. فالحمد لله صار هو المساعد وأنا على النار وحققنا تيست، حققنا ديكور حلو، أنتجنا، أخذت الذهبية ولله الحمد لايف. انا باخذ لك صوره بهذه لما تسال على اللايف. على انا بطلب الان ابو يوسف انه قصه على الهواء الان مباشر. الملك 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 سلمان الله يحفظه يطول بعمره. مكتب العمل جانا، كان فيه اسر منتجه عندنا بالفندق، تعرفت على الوزير هناك، طلعت معه بالجرايد، اثنى علي، انبسط علي الوزير، قال لي احنا قاعدين نجمع نوادر السعوديين يعني القطاعات الخاصه وانت واحد من النوادر، لازم تروح معنا، نبي نتشرف على السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان. قلت بالعكس هذا شرف لي انا، انا ما ومعك ما يحتاج. فتجمعنا حدود 300 احنا ست باصات، اجتمعنا بحد الفنادق وطلعنا. المجلس مليان من تعرف ما شاء الله شباب الاعمال وكلهم من إيه؟ القطاع الخاص، كل الموظفين قطاعات الخاصة. فانا كنت بالثلث الاخير، الملك قال كلمته وشجعنا وحفزنا وعطانا دعم، مكتب العمل قال كلمه، انتهى اللقاء وهو طالع الملك. يوم وصل بالثلث الاخير يلتفت علي، جت عيني بعينه، ابتسمت لف علي وجاء. فيوم شفته اقدم علي ابو فهد على طول كنت سارع وسارع، قال لي ايش اسمك؟ من وين انت؟ انت بلبسك باللبس هذا؟ باللبس هذا بالمدريات وجبت الشهادات معي، كان معي شهادات حلو. بعد الملف فقلت انا عن اليوسف من وين؟ قال لي انت من القسم. قال وش طبخت لنا؟ فقال لي قال ايش طبخت لنا؟ انا صراحه تفاجأت ولخمت، انا ما بديت اقطع، اناظر مع الوزير، الوزير يناظرني، رجعت عيني بعين الملك قاعد يضحك يتبسم، دريت انه يمازحني. فقلت كل خير يا طويل العمر، ايش تبي؟ ما ادري ايش. قال انت من اهل القصيم اهل المرقوق، ما في مرقوق يقول. قلت ابشر 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 سعادتك، الله يوفقك، دعالي ان شاء الله نشوفك ثاني مره والى الاعلى، ابيك تقدم لا تقف. يعني ما شاء الله التشجيع مهم، ما قصر ولا صراحه. اكيد تستاكل خير، طلعت بالجرايد وطلعت ذا الحمد لله ما شاء الله. تستاكل خير ابو يوسف. ابو يوسف انا ابغى الان توعدنا الاستاذ شريف انه في اول مسابقه قريبه ان شاء الله يشارك فيها. انا قلت له ان شاء الله ذهبيه باذن الله. ان شاء الله باذن الله واحد الاحد ان شاء الله. طيب شريف ايش تقول للشباب الان اللي يتابعونك الان اذا توقف في محطه معينه؟ بعض الشباب الان يقول مثلا ما تعلم في الجامعه او مثلا ما دخل تخصص معين وانت الان نجحت في موضوع الطبخ، يعني ترى قله ونوادر في السعوديين. يعني لازم
اذا يعني عندهم الحب يسوي الطبخ. في عندنا الحمد لله عند الانترنت، في اليوتيوب، في الاشياء كذا، يعني من زمان ما في عندك هذه الاشياء، بس الحين يقدروا يتفرجوا يتعلموا، يقدروا يطبخوا في البيت، يتعلموا اشياء، بعدين اذا تقدموا على مطعم صغير يمكن بعدين يكبروا من هنا. يا سلام، سواء مهنه الطبخ او اي مهنه اخرى. يعني انا عجبني ابو يوسف كان يقول المهن احيانا الغريبه، بعض الشباب السعوديين يمكن يقول انها غير مجديه. الطبخ مجدي يا شريف؟ اي مجدي، يعني مجدي ماليا اقصد، يعني حتى ممكن في شاب سعودي يتوظف الان وظيفه الراتب فوق العشره، فوق ولا تحت ولا فوق؟ انا ابغى نعرف هنا، نحب الاشياء هذه بيرسونال يعني ما نقدر لا انا مشكلتكم قلنا اسمكم قلنا مطعمكم، لكن انت في الجمله هل ممكن يدخل صفة عامة في حدود السبعه ثمانيه تسعه ممكن؟ ايوه طبعا ممكن. واكثر كمان في لما تكون شيف كمان في تقديم، هذا الشيء الحلو فيها، يعني ما تكون على مرحله واحده وخلاص هذا انت بس شيف، في يعني شيف دامي، شيف شيف دي بارتي، سينيور شيف دي بارتي، يعني في مراكز كثيره. ممتاز، يعني احنا تقدر تقول ابو يوسف انه الطبخ هو بالعكس مهنه مجديه، وسواء الطبخ او غيره حتى كذلك. تعجبتني كمان برضه فن التبريد، انا احد الزملاء عندنا كان في جامعه الملك عبد العزيز، كنت اشوفه وانا لابس لبس التبريد الفنيين، فكنت اساله، كان يقول انا خريج هندسه وانا اشوف شركه خاصه، اقول له طب ليش ما توظف عندنا مسابقه وظيفيه في حكومه وكذا؟ قال لا انا ما ابغى حكومه، ما ابغى الوظيفه الحكوميه، انا بالعكس استلم الراتب الان دبل الوظيفه الحكوميه ومبسوط ومرتاح وترقيت، انا كنت فني الان مهندس مشرف فنيين، ما شاء الله عليك. هو الاخلاص بالاعمال والمصداقيه ومحبه شغلك هذه ترفعك صح. لا تقول انا ببتل ولا انا ذا، من الله تجي، بس انت اثبت مصداقيتك واخلاصك بالعمل، سبحان الله الله يوفقك بدنياك كلها ومحبك لمهنك. المهنه انت ما كارهه اصلا لا تدخلها، روح لمهنه ثانيه. يا سلام، مهنه تحبها عشان تنجح، اما مهنه تكرهها كل يوم تسحب نفسك ما ودك تداوم وتروح متاخر وتروح بسبه مهنك، غير يا اخي. ما حتى في الدراسه في التخصص ابو عبد الرحمن، بعضهم يدخل تخصص معين هو ما يحبه عشان مثلا الوالد والوالده مثلا جابرينه عليه. أيوة، انا اشوف بالعكس انه ما يجبرون على تخصص معين، يعني مثلا بعضهم انا بدخل طب، طيب ليش تبغى تدخل طب؟ كذا بدخل طب عشان ابوي وامي افرحهم. طب انت تحب الطب؟ لا ما احب الطب. اجل مو لازم، مو شرط عليك الطب، سواء اتكلم انا بصفه عامه يعني الطب او الهندسه او اداره الاعمال العسكريه مثلا، فتدخل التخصص اللي تحبه انت وتعشقه انت عشان تبدع فيه. صح، اي شيء تسويه لازم يكون عندك باشن، اذا تبغى تنجح لازم يكون عندك الباشن والقلب. لا صح. خلونا اذا ناخذ فاصل ونرجع وياكم ونكمل مع الطبخ وهالفقره الجمهور نفسه هو اللي اختارها، ودائما نكرر اصحاب المشاريع المستقبليه الواعده الضيوفنا، إذا رأيتم جمهورنا الكريم راسلونا على إيميل البرنامج، على حساباتنا، على حساب الشركة شبكة المجد، نسعد. ناخذ الفاصل ونرجع وياكم ونكمل مع الشيف أبو يوسف والشيف شريف. يا هلا يا هلا. نلتقي في أحلى دلة يا هلا عدي ما برقني لوحي، يا هلا عدي ما برقني لوحي، مني أحلى سلام أحلى تحية. يا هلا والله وغلا فيكم في فقرتنا مع شبتنا. اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى راح نتناول مشروب حلو لطيف وظريف على الجسم، مشروب البابونج. راح إن شاء الله نسويها الحين بعد شوي مع بعض كلنا، راح نشوف البابونج أمامنا الآن. هذا نبت البابونج، طبعا هو نبت معروف ينبت في الشمال وينبت في بعض مناطق المملكة العربية السعودية في وقت الربيع. الآن راح نسوي إن شاء الله البابونج، نفتح بريقنا، طبعا هنا بريقنا فواح فايح يعني الموية مغلية، نجيب بريق ثاني فيه معه يا طول العمر، هذه يا طول العمر اللي هي صفاية عن الأعشاب. نضع مقدار ملعقتين من البابونج، بعضهم يحط ثلاث ملاعق لكن احنا اليوم نحط ملعقتين، ثم الموية فايحة هذه نمسكها ونصبها على البريق. شفتوا بدأ اللون يتغير، صار لون أصفر، طبعا على حسب الحاجة اللي انت تبغاها، على حسب الحاجة احنا نبغاها إلى المكان هذا. نضع البريق على جنب، بريقنا نضعه على جنب هنا، ثم نبدأ وضع الشاي أو البابوني ونخليه شوي يغلي. طبعا نص غلية، يعني مو غلية كاملة، نص غلية. بعضهم لا يخليها لين يتقطع أو لين يغلي مرة، هذا خطأ، يعني يروح مفعوله.
مفعول البابونج يروح اذا خليته يغلي كثير. لكن احنا الان عندما يبدا الان بالغليان الغليه الاولى، شوف الان بدا يصبح اللون لون اصفر، لون اصفر كذا. الحين انتهينا، ها كذا نطفي على نارنا، ها غليه واحده طفيناها، شوف شلون اصبح الان. الحين راح نتذوق البابونج، شوف الحين نصبها، ها شوف اطلع طلع اصفر. طبعا هو الحين لونه اصفر، ممكن نحط، بعضهم يحبه يشربه يعني بدون سكر، بعضهم يحط ملعقه صغيره جدا، بعضهم يحليه بعسل، لكن انا احب اشربه ساده كذا. يا سلام. طبعا البابونج ماده عطريه تنبت في فصل الربيع، وخاصه في مناطق المملكه العربيه السعوديه تنبت في الفياض، تسمى الفيضه، في وقت الربيع تنبت ويصير نبته ما شاء الله تبارك الله يعني اصفر وزاهي زاهي للمكان ما شاء الله تبارك الله. وللبابونج فوائد عظيمه، من ضمنها يا طول العمر انه للكحه وايضا للصدر وايضا للبلغم وكذلك للربو. فائدته ايضا نفس النبته حقت البابونج هذه للهالات السوداء، تمسك وتوضع من تحت الهاله هذه بالورده حقتها الصفراء ويوضع على الجلد الاسود هذا، سبحان الله تعالى انا مجربه يطفي يذهب الهالات السوداء. هذا مشروبنا اليوم، وحنا الحين نبي منكم مشاركات في المشروبات او اي شيء عبر الايميل الظاهر امامكم عبر الشاشه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي في احلى دله. يا هلا يا هلا يا مرحبا يا مرحبا. انا بسال عبد الوهاب. ايوه عبد الوهاب، دائما في كل حلقه جزاه الله خير يعني نسأله ان نوهقه شوي. اعطينا اعطينا سؤالك الحين. انت تطبخ مع ام العيال؟ والله ابشرك، طبعا انا طبعا المعلوميه ما كنت احب الطبخ ولا اعرف اطبخ ابدا، بس بعضهم الحين يحسب انه دائما يقول كذا تزوجت تطبخها معناته انه تخدم في البيت وكذا. لا، خيركم خيركم لاهلك. انا بعد ما تزوجت فتره جيت طبعا انتقلت للرياض هنا. الرياض ما شاء الله الشباب كشتات يكشتون كثير، فاكشت معاهم يطبخونهم، انا ما اعرف اطبخ ولا احط يدي في حاجه ولا تقطع بصل ولا شيء. لدرجه تفاجئكم حتى القهوه العربيه ترى ما اعرف اسويها، كنت صحيح. اعرف اسوي الشاهي واعرف اسوي قهوه امريكيه كذا، عندي ماكينه خاصه. لا رجل شاهي تعرف تصلح. حبه حبه قلت رحت نزلت جده، اخذت الاهل معاي قلت خلينا نطلع الطائف، قلت اليوم انا ابغى اتعلم كيف اطبخ كبسه. طبعا زوجتي تقول لي سهل بسيط، قلت انت تقول لي سهل بسيط، انا ما اعرف اروح في الرياض هناك عند الشباب يقولوا لي اطبخ وما اعرف اطبخ. فتعلمت اول مره، الكلام ده قبل تقريبا ترى سنه وشوي. الان لي فتره، يمكن الشباب الحين يشوفوني يضحكون، لي فتره والله الشباب يرسلوا لي رسائل، عبد الوهاب متى الويكند اللي تكون فاضي فينا بنطلع استراحه نطبخ. فبشتركم حتى تميزت يعني. طيب بسالك الحين، بسالك سؤال دامك تعرف الشاي الحين. ايوه تفضل. اختبار، اذا جيت تسوي الشاي ايش تحط، اول السكر ولا الورق؟ ولماذا؟ ولماذا؟ طبعا انت علل. يلا انا خاف احط بس قلت خطا. لا بشوف احط السكر انا اول شيء. غلط غلط؟ ايه انا هذا ما اعرف اللي احط السكر. ليش تحط السكر؟ السكر احط الورق. ليش احط السكر؟ شبابيه احط السكر والورق عشان يقلب مره واحده مع بعض. لا بس خلي المويه تسخن اول شيء. لا انا اقول لك طريقه. انا اقول لك طريقه الشاي. احط السكر احط هذا. انا اقول لك طريقه الشاي. اول شيء الورق او اللبت انت غسله مويه حاره. أول شيء أغسله؟ أول شيء تغسل. حتى لو بالكيسة هذا؟ حتى لو بالكيسة. يروح الحمار ذا اللي في. خلي يروح في حمار لا تخاف. أيوه. الشاي ما يعقد، خذ الطريقة الصحيحة. يا سلام. ونزلتها باليوتيوب. طب حلو. سنابات الشيف علي اليوسف، تبي تشوف الحركة. بقولها لك. اسلم. إيه ونزلوا سنابي خلي الجمهور يستفيد. أول شيء تغسل الورق. زين. تغسله بكاس ببيالة بأية حاجة. موية حارة. طلع بسرعة. على طول تغسله بسرعه. ايه منها شوائب ريحه شيء، لانه جايك من المزرعه مقطوف هو ما تدري وش فيه. تراب بعض الشيء يجيك اشهب. صح. تغسل الورق، اذا غسلت الورق تحطه والمويه تغلي، تنزل الورق على المويه هي تغلي. يا سلام. 3 دقائق الى 4 دقائق. اوكي، تنزل السكر توزن تشوف اللون، لان اللون السكر اذا حطيته اول بتصفر المويه. الورق ما ياخذ راحته وياخذ لونه الطبيعي الاصلي. اذا حطيت السكر انت خلاص انت لاحظ ان المويه تطلع صفراء السكر اذا ذاب زي الشيره.
فإذا حطيت الورق ونزلت عليها السكر قلب أخذ لونه، تمسك البراد وتروح على المجلى على الموية وتصب عليه الموية البراد من برا، من برا تعطيه دش دش يعني نص دقيقة إلى ربع دقيقة من موية الحنفية عادي، من موية الحنفية عادي. الورق بينزل تحت يخدر يخدر الشاهي بسرعة، وتفرش الورقة ورقة الشاهي، خلوه دقيقتين ثلاث دقائق واشرب شاهي خبير شاهي واشرب شاهي والله والله انت ادعي لي ولا يعقد وصفاوه تقل عين حمامه ولا يطلع معك على مرار وتاخذ مذاق تست الشاهي. والله استفدنا اتوقع شباب ان المشاهدين استفادوا يستفيدون اكثر لما يدخلون على سنابات ولا على اليوتيوب. في حركه كنت اسويها ابو يوسف واقول للشباب ترى في حركه كنت اسويها يعني في الاستراحه مع الشباب بالمطبخ، هي ما ادري عشان اخلي الطبخه حقتي حلوه اجوعهم واخرها شويه شراك بالحركه دي. لا والله كثير اسويها شباب والله شوف هي طبختك هي طبختك يا حلوه يا احنا جيعانين والله تسكت جوع. بعض الناس لين عزم يجيب يا مكسرات يا بساكيت يا شغلات خلاص يخلي الناس تشبع وتصير طيب تجوعهم مثل نفس الفكره اللي ذكرتها. ابى اسالك استاذ شريف وش البهارات اللي تحس انها لها مذاق غير يعني في مثلا يقولون الفلفل الاسود غير او مثلا الدارسين او ورق الغار او وش اللي في ذهنك انت سر من اسرارك ان الثلاثه الاربعه البهارات هذه او شغلات معينه تغير الطعم تحط بصمه لك في طبعا من قبل استعمل الفلفل الاسود استعمل الفلفل الابيض في الملح اللي يسموه بالانجليزي ما اعرف بالعربي روك سولت احسن في طعم اقوى اللي هو الخشن ايوه الخشن ايوه الخشن عجيب ازياء من الطبخات صحي يعني صحي صحي خالي من اليود اي وكمان عندك طبعا الثوم والبصل وعندك الجنجر هذا كويس يعني الطعم قوي تغير الاكله يعني بس لازم تعرف توازن من كل المكونات حلو فهذا الفن يعني واللي قالها ابو يوسف ان البهارات لا تطحنها الا قدر اسبوع باسبوع مثلا او يوم حلو هي الكزبره والكمون والفلفل الاسود هذه من الاساسيات بالتوابل وبالطبخ ويدخل معها الكركم. في بعض الناس يحط مع الرز مثلا برتقال وبعض الناس يحط كابلي هذا كبسه كابلي وفي بعض الناس غريبين او بعض المطابخ الهنديه والسريلانكيه وغيرها يجيب مثلا خيار ويحط معه فلفل يحط اناناس ومعه زنجبيل. انا ابتكرت فواكه كبسه فواكه عجيب. نعم شلون اخذتها من المقلوبه اشوف طريقه المقلوبه بخضار فقلت ليش ما انزلها فواكه ونجحت. اوف وش الفواكه اللي تمشي معك؟ كمثرى اناناس تفاح اخضر عنب عجيب فراولة ينحمس ينحمس قبل بس كل فاكهة لها درجة نضوج معينة يعني أنزل التفاح الأخضر جاسي إيه أنزله بالأول مو مثل العنب لا العنب يفرط معي العنب أخليه آخر شيء هو الموز والفراولة إذا جات تنشنش على ما يقولون خلاص سبكت. وكيف طعمه؟ نزلتها بعصير البرتقال طبختها بنوعين بعصير البرتقال وبالكريمة يا شيخ ايه فطلعت كل واحدة احلى من الثانية ناس قالوا هذه احلى وناس قالوا هذه احلى. الرز اشخله ما اكبس عليه الرز الرز اسبقه واشخله اذا استوت عند الخضر وسبكته مع العصير كبيت عليها الرز. وكم يجلس؟ نشنش يجلس من الثلث ساعة إلى النص ساعة ثلث خليه بس يتشرب الصوص حق الفاكهة بس ويمسك بالرز يعني جميل. الرز يطلع طبقات جميل فهمت علي شلون وحضره بطبقات طلع شيء خرافي بنطبقها ضروري حالي مع المالة كذا لا ترى مطلوب يعني حامض حلو ما يحتاج الحين الكشنة عندنا حقة الرز زبيب عنب صح. من فوق الزبيب والسنوبر وذا كله ناخذ اذا شهوينا خلينا نروح ناخذ احنا اليوم احنا متفقين معاهم اليوم في الاستراحه احنا شكل اليوم سهروا وفلم على الشباب صح ناخذ فاصل بناكل كبسه بالفواكه
ايوه وهم نشوف الفايز. يلا يلا نلتقي في احلى دلة. اعزائي المشاهدين خلونا نشوف الفائز في الحلقة السابقة. نلتقي في احلى دلة. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام في برنامج الدلة. أنتم مع برنامج الدلة بعد هذا الفاصل. نذكركم بالمشاركة في هاشتاج برنامج الدلة والجواب على سؤال الحلقة اللي كان في بداية الحلقة، وكذلك اقتراحاتكم وآراءكم نستقبلها على الإيميل إيميل البرنامج برنامج الدلة في موسمه الثاني. حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا. اليوم عندنا طبخة قلنا موعدين فيها ترى نهاية الحلقة، بس ذكر الشيف يعني إن ودي الشباب يقولون حساباتهم عشان يتابعونكم اكثر واكثر. حسابك وش ابو يوسف؟ والله حسابي صعب لازم ينزل بالشاشه، علي اليوسف بس فيها دبل اي 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 ما ادري الكاميرا تقرب اطلع فيها. حناخذ منكم نكتبه في يسجلونه لك سنابات. ها؟ ها؟ لك سنابات في اليوتيوب يكتبون سنابات الشيف علي اليوسف. جميل. وموجوده مقاطعي وموجوده سنابات. جميل ممتاز. الاستاذ شريف 3487 REEFO87. حلو حلو ممتاز بإذن الله. عيدوا مرة ثانية عايز تقول REEFO87 REEFO87. جميل. الشباب نزل في طبخات وكذا إن شاء الله. إن شاء الله. حلو ممتاز. لك طبخات أنت اخترعته أنت جبته مثل ما سوى الشيف؟ لا والله ما إن شاء الله لما أشتغل معه هو يعلمني شوي ونسوي شوي فيوجن يعني. جميل ممتاز. الله يوفقنا وياكم وإننا سعيدين جدا جدا بهالنماذج الجميلة وهالنماذج اللي هم البداية نجحت تعبت وحاولت مرة ومرتين وخمس وست ويمكن أكيد أنهم واجهتهم بعض الصعوبات لقوا من يشجعهم ولا تأمرنا بيض الله وجيهم رفع الله قدرهم من أعلى المستويات يشكرون ويدعون ويثنون وإننا نقول للشباب يعني المجالات كبيرة جدا والله يوفقنا وياكم ونشوف الشيف ما شاء الله كل يعني القدوات اللي عندنا ما شاء الله بيض الله. لو لاحظنا ضيوفنا اليوم كل واحد مر بصعوبات معينه. صح. عندنا ابو يوسف يعطيه العافيه يعني انتقل وكان مرحله تحدي بينه وبين شخص معين حتى وصل الى ما شاء الله شيف عالمي دولي، وكذلك عندنا الشيف شريف كذلك المعصراني يعطيه العافيه انتقل من بلد الى بلد اخر وعاش فيه حياه جديده وتعلم دراسته. صح. وكذلك عمل مع دراسته ثم عاد الى ارض الوطن وهذه كل الصعوبات ونجح الان وهو مدير للمطبخ الايطالي في الفور سيزون. إلى أن نلقاكم وأكد على ما قال أخونا وحبيبنا عبد الوهاب المواضيع اللي تحبون نطرحها أو الضيوف أسماهم تلفوناتهم سواء في الهاشتاج أو في الإيميل أو على حساباتنا عين الحاف وعين فراش ترجمها يا شيخ وش معناها؟ عين الحاف أنا ماني لسه ما يفهم هذا عين الحاف وعين عين الحاف وعين فراش قولها بالإنجليزي والله ما اعرف كيف تعرفها هم عرفها بالعربي هو يقول عين 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 فراشي ولا عين عين الحين انت عرفت لا 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 تقول عين اقول عين الحاف وعين فراش يعني عين فرشه وعين قطع طيب قدر الشراكه ما يفوح تعرف ايش معناه لا لسه هذه تبعك مقدور قدر الشراكه لما كنت صغير كنت 14 سنه لما ترى لا لا قدر تعرف القدر يترجمه لك بالعربي هو قاعد يفسر لك ايوه قدر الشراكه ما يفوح يعني اشتركوا بأكثر يعني من طباخ خربوها ايوه الطبخه اللي يشترك فيها اكثر من طباخ تنحاس يعني احسن لا مو احسن واحد اي لا احسن واحد يسويها واحد شيف واحد يعني مو اكثر من شيف كلمه تبي تقولها في نهايه الحلقه ابو يوسف والله اقول لشبابنا غيروا من تفكيركم شوي واجتهدوا وكدوا مثل اجدادنا الاولين وترى الدول طلعت وحنا لسه ننظر المستوى واحد يعني الزاوية واحدة لازم نناظر من جميع الزوايا ولا اقعدوا محلكم وخلوكم كل نطلع سطح القمر وحنا كلنا نطمح مع الرؤية 2030 بإذن الله إن شاء الله بإذن الله واحد الأحد شيف شريف تبي تقول كلمة في نهاية الحلقة بس بدي أشكر كل حدا يكون في الحمد لله أنا في السعودية الحين ومع الأهل والحمد لله كل شيء يعني ممتاز
وهذا اول لقاء تلفزيوني لك ولا لا؟ ايوه اول واحد. ومعك اخونا وحبيبنا اللي معك من هذا؟ هذا ابن اختي. شو اسمه؟ عبد الله. جزاك الله خير عبد الله اخونا وحبيبنا، ما قصرت، الله يوفقنا وياك عبد الله. عبد الوهاب ايش تقول في اخر الحلقه؟ اقول شكرا لك اول حاجه، شكرا للشيف، واقول للشيف طبعا ما حيغادرون اليوم الاستراحه، حيكونون معانا. احنا نقول مشاهدينا الكرام شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، نلقاكم في حلقه من حلقات برنامج الدله، تنوع في فقراتي في موسمي الثاني، وهو منكم واليكم. راسلونا في هاشتاج البرنامج وكذلك على ايميل البرنامج، والشكر لمن رافقته المخسر لازم نتعشى القدير عبد الجليل. نلقاكم طابت مساءكم ولياليكم في امان الله. اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يلا يلا بسم الله، يلا اعطونا القدور يا جماعه. يا مرحبا يا مرحبا يا هلا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا ضيفنا عالي محلا يا هلا بك يا مرحبا يا هلا بك لا بد في خير الله ما تنسينا المواجب ضيفنا عالي محلا يا لا 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 يا لا 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 نلتقي في أحلى دلة لاحي من كل الجوانب جونا رايق وفلة والغلا والطيب كسب نلتقي في أحلى دلة دلة